احنا الفقرات اللي يعني قعدنا وناقشنا اللجنة القانونية النيابية على تعديلها هي فقرات ليس بالمعجزة ولا خارج طالبين احنا ما هو اصعب، طالبين تعديل فقرات من ضمن ابسط الحقوق. والدليل على هذا انه درجة فقر يعني مستوى الفقر اللي موجود بالعراق أقر أنه من 450 ألف ودون، بينما المختار يمنح منحة قدرها 250 ألف دينار بشرط أن لا يكون موظف ولا يتقاضى راتبا آخر ما عدا راتب التقاعد. طيب هذا المختار اللي مجند روحه 24 ساعة بخدمة المواطن وخدمة الدولة وخدمة الدوائر الدولة والخدمية والأمنية، هذا لو نجي نساويه بقدر الأجر اللي دا ينطوه إياه، هل هو هذا حق؟ هل هو هذا يعني ممكن أنه يساعد المختار على العيش؟ طيب أنت دا تريد من عنده واجبات، من المفروض احنا نريد نطلب من المختار تحقيق الواجبات وقيام بالواجبات مالته، يكون نطيق جزء من الحقوق. المختار ليس له لا قانون يشمل الضمان الاجتماعي ولا الرعاية الصحية ولا الراتب اللي يقدر يعيش بعيش رغيد حال اي مواطن عراقي، ولا مشمول بأي نقاط من نقاط اللي تشمل أي موظف، أبسط أي موظف موجود بالدولة.